لو بقالك كتير في مجال الربح من الانترنت ومحققتش دولار واحد فالفيديو ده ليك. السلام عليكم يا شباب واهلا بكم في فيديو جديد من قناة الباش مدرس ومعاكم احمد البابلي. النهاردة ان شاء الله احنا هنتكلم عن طريقة جديدة للربح من الانترنت عن طريق موقع سوق دوت كوم او التسويق بالعمولة في الافلييت في موقع سوق دوت كوم. هتقول لي يا عم ايه الطريقة الجديدة في كده، دي الفكرة دي اتشرحت في 30,000 موقع او 30,000 مدونة او 30,000 فيديو على اليوتيوب زيك شرحوا الطريقة دي وعارفينها، يعني ايه الجديد اللي انت هتعمله؟ والجديد يا شباب بكل بساطه اللي انا هعلمه لك النهارده اني هخليك تحقق اكتر من 300 دولار وتبقى ضامن ازاي الناس دي تدخل تشتري المنتج، لان انت اللي هتشتري لهم المنتج بايدك وهيوصل لهم لحد باب بيتهم وهيدفعوا لما يستلموا المنتج، فبالتالي انت هتبقى ضامن ان هم هيشتروا وان الربح هيبقى مضمون او الكوميشن بتاعك من الافلييت هيبقى مضمون بنسبه 100%. فتعال نروح للشرح العملي على اللابتوب. بس قبل ما نروح للشرح العملي انزل تحت دلوقتي اعمل لنا لايك علشان تدعمنا، وما تنساش كمان انك تسيب لنا كومنت لو ليك اي سؤال في الحلقه اللي انت هتفرج عليها دلوقتي، وانت تحت بالمره اشترك في القناه من الزرار الاحمر اللي هيبقى موجود تحت الفيديو وفعل زر الجرس اللي جنبه بحيث لو اي فيديو جديد نزلناه يبدا يوصلك، او لو في اي حاجه جديده بدانا نشرحها في مجال الربح بالانترنت يبدا الفيديو يوصلك وتكون انت اول الناس اللي اتفرجت على الفيديو ده. ويلا بينا يا شباب دلوقتي على اللابتوب علشان نشوف الشرح العملي بالتفصيل، واتمنى لو الفيديو هيبقى طويل عليك حاول تجري الفيديو او تسرع الفيديو او تبقى عندك صبر شويه لان الطريقه انا هشرحها بالتفصيل الممل. الاستراتيجيه يا شباب اللي احنا هنشتغل بيها النهارده هي اسمها الافلييت او التسويق بالعموله على موقع سوق دوت كوم. طبعا انت ممكن تجرب اللي احنا هنعمله ده على اي شركه ثانيه، بس انا تجربتي او الاستراتيجيه اللي اشتغلت بيها كانت على موقع سوق دوت كوم، ومش هيبقى شرح تقليدي لاي شرح انت شفته لخصومات سوق دوت كوم، او قصدي للشرح بتاع الربح بالعموله من سوق دوت كوم، لان انا هعمل النهارده حاجه جديده شويه ممكن ناس كتير ما تعرفهاش، وهي اني هخلي الزبون اللي هيجي يشتري منك ده انت اللي تشتري له المنتج وتوصل له المنتج لحد بيته من خلال الشحن سوق دوت كوم، وانت اللي هتاخد العموله الكوميشن بتاعك كل ده من على الكمبيوتر بتاعك من غير ما تتحرك من مكانك ولا تعمل اي حاجه. يعني العمليه هتكون سهله جدا بالنسبه للعميل وبالنسبه لك، والطرفين هيكسبوا وهيتراضوا. مبدئيا كده الشباب اللي انا عملته ان انا دخلت على فيسبوك عملت صفحه سميتها خصومات سوق دوت كوم، وحطيت لها الشكل اللي انت شايفه ده هنا كده والصور، وهيأت الصفحه ان هي تبقى شبه الصفحه الرسميه لسوق دوت كوم. والصفحه كلها استهدافها كان للخصومات او الشات اللي عليها خصومات حاليه جدا في موقع سوق دوت كوم، وبدات ان انا استهدف اكتر الاحذيه والملابس والاجهزه لان دول كانوا اكتر ثلاث حاجات الكوميشن بتاعهم عالي او الربح بتاعهم او نسبة الربح بتاعهم عالية في نظام التسويق بالعمولة. مبدئيا كده شباب ده بوست مثلا من البوستات اللي انا عملتها، وهو كان على دفاية لان انا كنت شغال حاجة اسمها ترندات. يعني ايه؟ يعني كان ساعتها في بداية الشتاء، وانا قلت ان انا طالما هو في بداية الشتاء مثلا هستخدم حاجة لها علاقة بالموضوع علشان لما اعمل لها اعلان ممول تسمع معايا وتجيب تفاعل. فبدأت ان انا اجيب صور الدفاية. صور الدفاية هتقولي طب انا اجيب منين مثلا المنتج اللي انا هسوق له؟ هتبدأ تدخل عادي على سوق دوت كوم زي ما انت شايف كده، وتبدأ تختار الحاجة اللي انت عايز تسوق لها. نصيحتي لكم يا شباب تشتغلوا على الأحذية والكوتشيات والحاجات دي والملابس، لان اللي هو الفاشون ده او الموضة دي هي اكتر حاجة عليها ربح او نسبة ربح عالية جدا. فوليكن هنجيبوا الحقائب والأحذية هنا. ولكن يا شباب دي المنتجات اللي احنا هنشتغل عليها. حاولوا دايما تختاروا الحاجات اللي عليها عروض وخصومات زي كده، وتبدأ تاخد الحاجات اللي مكتوب عليها هنا تشحن من قبل السوق، لان الحاجات دي بتبقى مضمونة وعلى ضمانة موقع سوق دوت كوم. وخلينا مثلا نختار عرض من العروض او منتج من المنتجات دي، ونبدأ ان احنا نكبر او نضغط هنا على انكر للمزيد. دي صفحة المنتج يا شباب زي ما انتوا شايفين. كل اللي انتوا هتعملوه انك هتعمل بوست محترم كده زي البوست اللي احنا عملناه ده، هتكتب فيه
الكلام كله اللي هو عبارة عن، خلونا بقى شباب نعرف احنا هنعمل ايه بالظبط، او ايه هي طبيعة الشغل بتاعنا. انك هتدخل تعمل بوست زي كده، هتبدأ تحط في البوست ده شوية كلام او شوية بيانات عن المنتج وصور المنتج زي ما انت شايف. هتقول لي طب صور المنتج ده انا هجيبها منين؟ كل اللي انت هتعمله انك هتدخل هنا تاخد الصور دي، تدوس يعني كليك يمين كده وتدوس على سيف ايميج از، هتلاقي الصورة نزلت معاك بكل سهولة. تبدأ تاخد عنوان المنتج ده تحطه في البوست بتاعك، وهتبدأ كمان انك تاخد المقاسات او الحجم بتاع المنتج اللي انت بتبيعه، سواء كان ملابس سواء كان احذية كان اي حاجة، وتبدأ كمان تاخد السعر اللي مكتوب قدامك ده، وتكتب برضو ايه يعني بشكل تشويقي كده اللي هو مثلا المنتج ده كان ب129 بدلا مش عارف من 300 كده، يعني زي ما هو مكتوب بالظبط في الموقع. وتبدأ كمان تاخد الوصف ده، تاخده كوبي كله كده، الوصف العلامة التجارية اللي هي الشركة اللي بتبيع المنتج ونوعه ايه ومعمول من جلد صناعي ولا الوانه المتوفرة ايه والكلام ده كله، والمقاسات اللي موجودة، كل الكلام ده هتبدأ تدخل تعمله في بوست محترم زي ما انت شايف كده على الصفحة اللي احنا عاملين عليها الشغل ده. وهتبدأ بقى سواء انت بتسوق لملابس، بتسوق لأحذية، بتسوق لأي حاجة، وليكن هنا مثلا انا الاستراتيجية طبقتها على بوست كان عليه اللي هي النظارات الفي ار، هوريها لكم دلوقتي شباب اهي نظارات الفي ار من شاومي، كانت منزلة شوية نظارات كده كويسة، فانا عملت زي ما انتم شايفين اعلان ممول وصلت ل7200 شخص، وفي تفاعلات 321 شخص اتفعلوا على البوست ده من لايكات بقى وزيارات لللينك ومش عارف ايه. هقول لك دلوقتي ازاي طريقة انك تكسب بقى من الموضوع ده بكل سهولة. زي ما شايفين هنا يا شباب، هتكتب العرض التشويقي بتاعك فوق، اشتري مثلا سماعات مش عارف ايه ولا نظارات ايه بكذا بدلا من كذا. تبدأ تقول لهم الشحن متوفر برضو لأي مكان في مصر، لأن انت العميل اللي انت بتسوق له يهمله ان هو يعرف المنتج ده هيجيله، لو هو مثلا ساكن في قرية بعيدة او في الصعيد او كده يهمه يعرف المكان اللي هيوصل له فيه المنتج هيجيله لحد البيت ولا هو هيقعد يتعب ويلف، فدي برضو حاجة كويسة جدا. تقول له ان المنتج يصلك الى باب المنزل، وتقول له كمان ان الدفع عند الاستلام، ودي حاجة مهمة جدا انك تذكرها في البوست، لان انت لو انت قلت له ان انت هتدفع الاول فبالتالي هو كده عمره ما هيدفع ولا عمره ما هيشتري اي حاجه، لان هو ما يضمنش انت نصاب ولا مش نصاب. فانت تبدا تقول له ان الدفع عند الاستلام، وكمان هتبدا تضيف حاجه كويسه جدا، والحاجه اللي هتضيفها ده يا شباب هي الحاجه اللي انت المفروض هتكسب منها، وهي التسويق بالعموله، اللينك اللي انت هتسوق له بيه المنتج ده اللي هو هيدخل يشتري بيه، اللي هو انت هتجيبه منين؟ هتجيبه من التسجيل في موقع سوق افلييت. هسيب لك روابط اي حاجه انا بتكلم عليها في الوصف. هتبدأ ان انت تدخل تدوس على انضم الان، وتعمل البيانات اللي هتيجي قدامك دي كلها، اسمك وبريدك الالكتروني، وتدوس على اي ام نوت روبوت، وتيجي مقدم حساب جديد في موقع سوق افلييت. بس انا عندي حساب فمش هينفع اسجل مرتين، هعمل تسجيل دخول على طول. زي ما انتم شايفين هنا شباب، دي الداشبورد بتاعت الموقع او الداشبورد بتاعت سوق افلييت او التسويق بالعمولة. كل اللي انت هتعوزه انك هتيجي هنا على الادوات بتاعت التسويق، وتيجي هنا تدوس على رابط البناء. اللي انت تعمله انك هتيجي مثلا وليكن المنتج ده انت هتسوق له وعايز تبيعه، وتيجي دايس على كوبي لللينك كده، وتيجي واخده حاطط اللينك ده هنا، وتبدا تدوس على انشاء رابط تابع. تقريبا في مشكله في اللينك، لا اهو تمام. هيجي يعطيك رابط كبير شويه زي ما انت شايف كده، انت عايز الرابط ده تخلي شكله كويس، فمش هينفع تحط الرابط ده في بوست. هتيجي داخل على موقع اسمه موقع بيتلي، وموقع بيتلي ده شباب موقع ظريف جدا، كل فايدته بس ان هو بيخلي اللينكات الكبيرة حجمها صغير شوية. هتيجي دايس كده، شايف اللينك قد ايه، هتيجي دايس على كرييت، هيبدأ ان هو يديك رابط صغير زي ما انت شايف، سوق دوت لينك مش عارف ايه. هتيجي واخده كوبي، لينك ظريف وخفيف كده بحيث انك لما تحطه في البوست ما يبقاش شكله وحش، وهتبدأ بقى انك تحط اللينك ده بحيث الناس يدخلوا يشتروا من عليه. لحد دلوقتي الطريقه دي اتشرحت على اليوتيوب والدنيا تمام، بس الجديد بقى اللي انا بقول لك عليه ان انت في حته كده او تركايه او ثغره بسيطه، والثغره دي هي انك هتدخل انت
تشتري للعميل المنتج ده وانك تبعته له بكل سهولة، فهو كده مش هيدخل يشتري. لان ناس كتير لما بتدخل على صفحة سوق دوت كوم ما بتعرفش تشتري، لان الاعلان بيوصل ساعات لناس بسيطة، مثلا ام او حاجة او راجل كبير في السن او حتى شاب بس ما عندهوش خبرة في الشراء من سوق دوت كوم قبل كده، فمش عارف ازاي يشتري والمنتج هيجيله ازاي، وهو عارف مش عارف اي حاجة. فكل اللي انت هتعمله يا شباب انك هتدخل على حسابك في سوق دوت كوم عادي، وتيجي انت شاري له المنتج، وتيجي حاطط البيانات بتاعته هو والعنوان بتاعه هو، بس تشتري من اللينك بتاعك تاني. هتبدأ تاخد اللينك بتاعك ده اللي انت المفروض هو كان هيشتري منه، تدخل انت عليه وكأنك انت الشخص اللي بيشتري، وتبدأ تكتب البيانات بتاعت الشخص ده. يعني انت قول له بص انا كاتب هنا يمكنك الشراء والطلب من خلال رسائل الصفحة، يعني انت لو عايز تشتري من رسائل الصفحة تمام، او عايز تشتري من اللينك ده تمام. هو لو هيعرف يشتري هيدخل على طول يشتري من هنا. طب هو لو واحد ما عندوش خبرة قبل كده في التعامل على سوق دوت كوم هيبدأ يشتري ازاي؟ كل اللي هو يعمله هيجي داخل على ارسال رسالة ويكلمك يقول لك لو سمحت انا عجبتني النظارة دي وعايز اشتريها، تقول له حضرتك طب ابعت لي اسمك بالكامل ورقم تليفونك وعنوانك، وتبدأ تدخل انت عادي على حسابك في سوق دوت كوم من اللينك اللي انت بتاعك اللي هو لينك الافلييت ده، وتيجي داخل على المنتج دايس اضف الى العربة، وتيجي حاطط العنوان بتاعه والاسم بتاعه اللي هو عطاه لك ورقم تليفونك ورقم تليفونه هو، وتيجي عامل الاوردر على عنوانه هو، وتقول له يا فندم المنتج هيجي لك من خلال من 3 ايام لاسبوع، وهتدفع لما تستلم المنتج في ايدك. فهو كده انت اللي خدت الكوميشن، وهتلاقي الكوميشن اتبدأ يتحسب لك على موقع سوق افلييت. الطريقة دي هتقولي لا دي ممكن غلط، ازاي تشتري انت للناس من حسابك كذا اوردر ومش عارف ايه. انا يا شباب اشتريت اكتر من 300 اوردر من على الحساب بتاعي بالطريقة دي من خلال الصفحة اللي انا عملتها، ودخلت كلمت الدعم بتاع سوق افلييت وقلت لهم ان انا بعمل كده، وان في ناس كتير مش عارفة تشتري بنفسها او ما عندهاش الخبره ان هي تدخل على الموقع بتاعكم وتعمل اوردر بنفسها، فانا بدخل انا اشتري لهم من الموقع بصفتي واحد او ادمن او حد شغال في السوق افلييت. قالوا لي مفيش اي مشاكل طالما انت بتعمل اوردرات والاوردرات بتوصل للناس والناس بتدفع فلوس، احنا مش خسرانين حاجه، فاعمل اللي انت عاوزه مش مهم، وكده كده الارباح بتتحسب لي على موقع سوق افلييت. لو عايز تجيب التقارير بتاعتك او تعرف الناس اللي نقرت والناس اللي دخلت اشترت والاوردرات اتحسبت لك ولا لا، تيجي هنا على تقارير الارباح مثلا، وتبدأ تحط التاريخ الفتره اللي انت عايز التقرير بتاعها. يعني انا عندي هنا اليوم اهو في 16 شخص دخل يتفرج على المنتجات بس لسه ما اشتراش، يعني مفيش هنا ارباح خالص ولا في اوامر معلقه حتى، يعني هو ما عملش اوردر لسه. فلحد دلوقتي 16 شخص دول ممكن يكونوا بيتفرجوا بس، او هم بيبصوا هيجوا يشتروا بكره او كده يعني. فتعالى مثلا نجيب الشهر الماضي نشوف هل في اوردرات حصلت الشهر الماضي عندي ولا لا. مع العلم يا شباب ان انا موقف الاستراتيجيه بقالي اكتر من 6 شهور تقريبا، بس نشوفوا الشهر الماضي كده هل حد دخل يشتري او يتفرج على البيج ولا لا. هو الموضوع بيغيب شويه بس هنا مكتوب جاري التحميل اهو. زي ما انتم شايفين كده شباب هنا دي النقرات، في 7 دخلوا مش عارف 3 و1 وهكذا، في ايام اللي اتحسب لك فيها فلوس، يعني هنا ارباح مؤكده زي ما انت شايف. الايام اللي اتحسب لي فيها فلوس هنا دولار ومش عارف وكام، هنا 30 سنت. الايام دي في 3 دخلوا، في منهم واحد اشترى، في هنا 6 دخلوا، في منهم واحد اشترى. مع العلم ان انا موقف الشغل، يعني الناس دي من الصفحه بس دخلوا كده اشتروا، انما الايام اللي انا اشتغلت فيها كنت ممكن يوميا يا شباب اعمل اكتر من 10 اوردرات او من 20 اوردر. هتقول لي البوست ده انا هعمل له اعلان ممول، ده شيء اساسي طبعا لازم تعمل اعلان ممول. ممكن تبدا تعمل اعلان ممول مثلا ب 3 دولار او ب 2 دولار، مبلغ بسيط جدا، البوست هيوصل ل 5000 او 6000 شخص في الرينج ده او المتوسط ده. ال 5 6000 شخص دول بالميت يا شباب هيجي لك منهم 30 اوردر او 40 اوردر، كل اوردر انت ممكن تكسب منه دولار او 2 دولار في اليوم. انت ممكن لو عملت في اليوم 10 اوردرات بس
انت كده النهارده مش شغال، ما عملتش اي حاجه، 10 اوردرات بس في اليوم يا شباب ب 10 دولار، يعني في الشهر ب 300 دولار. دي الطريقه يا شباب بتاعتنا. شكرا ليكم انكم وصلتوا لحد الوقت ده من الفيديو. اي لينكات انا شرحتها او اي لينكات ومواقع استخدمتها، سواء موقع بيتلي، موقع سوق افلييت، موقع سوق دوت كوم العادي، اي لينكات هسيبها لكم في صندوق الوصف، ادخلوا خدوها. وكمان ممكن الطريقه دي واحد يطور فيها ويشتغل مثلا على سوق السعوديه ويبدا ان هو يبعت الاوردرات بتاعته من خلال بلاد تانية زي السعودية والإمارات وكده، وبالتالي طبعا الكوميشن بتاعك هيكون أعلى من لما تبقى شغال في مصر، وانت مش هتوصل حاجة بإيدك ولا تعمل حاجة. كل اللي انت هتعمله ان انت هتعمل حساب على سوق دوت كوم السعودية، وتبدأ انك تشتري وتحط العنوان الشخصية اللي هي كلمتك اللي من السعودية ورقمه السعودي وكل حاجة، وتبدأ انك تحقق كوميشن أعلى بكتير. دي كانت الطريقة شباب، مش عايز اشرح بتفصيل اكتر من كده علشان وقت الفيديو ما يطولش. بس كده يا شباب، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ما اكونش ازعجتكم، واتمنى كمان ان الفيديو يكون سهل عليكم وعرفتوا تطبقوا اللي احنا شرحناه. شكرا لكم يا شباب، ما تنسوش تعملوا شير لو الفيديو ده عجبكم، بحيث انكم تساعدوا ناس تانية انهم تستفاد زيكم. وما تنسوش كمان انكم تعملوا لنا لايك على الفيديو ده، عشان بيساعدنا جدا، وبفرح جدا لما بشوف انكم عاملين لايكات وعجبتكم الحلقة. وما تنسوش كمان تشتركوا وتفعلوا الجرس، بحيث اي حاجة جديدة انزلها تبدأ توصلكم. واسف لو انا مقصر معاكم، عشان بقالي تقريبا 5 ايام او 6 ايام ما نزلتش فيديو، وده بسبب ان حصل اختراق للموقع بتاعنا، موقع الباش مدرس، وكان في مشكلة كبيرة جدا، ولحد دلوقتي الموقع انا مش عارف ارجعه. فللأسف انا كنت مشغول الفترة اللي فاتت دي. ما تنسوش يا شباب تدعمونا علشان نكمل في المحتوى التعليمي على اليوتيوب او المحتوى المفيد على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتقابله في فيديو جديد.